ليه دايما ابني بيعند معايا؟ نفسي اعرف بنتي ليه بتدخل حاجة ومش بتكملها؟ اخلي بنتي ازاي تبطل زن طول النهار عليا؟ اعمل ايه في الشكاوي اللي بتجيلي من ابني دايما من المدرسة؟ مين فينا مش بتسأل الاسئلة دي لنفسها؟ ومين فينا مش بتعاني مع اولادها في سلوكيات غير مقبولة وسلوكيات سيئة؟ وبنكون للأسف لا فاهمين ايه السبب ولا عارفين نتصرف ازاي، وحتى لو اتصرفنا بنتصرف بعصبية وغضب شديد جدا عليهم. انا امال يوسف، خريجة اقتصاد وعلوم سياسية، ميسرة تربية ايجابية معتمد من مؤسسة التربية الايجابية بأمريكا، معدة ومقدمة برامج بناء شخصية للأطفال وللمراهقات، ومصممة منتجات وألعاب تفاعلية لتنمية مهارات الأطفال المختلفة. الكورس بتاعنا إن شاء الله هيكون رحلة باخدها معاكي في طريقين. الطريق الأول خاص بالطفل، هنغوص كده في مخ الطفل وهنفهم أكتر عن تصرفاته وسلوكياته المختلفة، خاصة السلوكيات اللي احنا بنشوفها سلوكيات سيئة. يا ترى بيقوم بالسلوكيات دي ليه؟ طب إيه المشاعر اللي هو حاسسها؟ طب إيه المعتقد اللي عنده في دماغه؟ وإزاي كمان هنقدر نحل ونعالج السلوكيات دي؟ أما الطريق التاني فهو خاص بيك أنت كأم أو كمربية أو حتى كمدرسة، وهو اللي هنعمل فيه بناء عن الوعي بنفسك. هنحاول نعرف أكتر إزاي نقدر نهدى، إزاي نقدر نتعامل بدون عصبية، ما نكونش مستثارين طول الوقت، وده إن شاء الله اللي أوعدك بيه في الكورس بتاعنا. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.